أنا بالحقيقة بتشرف، يعني أنا تابعتك بكل الحلقات أو بالحلقات اللي كنت موجودة فيها، حبيتك، حبيت تلتك كحدا جديد وعنده هالقد يعني دعمني، عنده هالقد باك جراوند، لا عنده باك جراوند ثقافي هالقد قوي يعني. يعني خلاص الفستان ده انتهى، او هو قميص ولا فستان؟ انا مش فاهم. لا هو قميص. هو انا بس مش يعني مع رأس، انت عارف انا في الموضه مش كويسه. مش هرد عليك. اول مره اضحك بجد على الهواء. مش هرد عليك. أكون صريحة، أنا عادة ما بكون هالقد، يعني أنا جريئة بس ما بكون هالقد، يعني في وقاحة هون في وقاحة هون في وقاحة. ناس كتير مهمين ما رح أقول أساميهم، هلأ تشوفون بالمجلات صورهم موجودين، هن انصدموا إنه الفستان عن جد على يونيو مش مبين هالقد، يعني هذا كمان الفلاش كان هالقد. مايا إذا لبستي كيس خاش بتبيني سكسي؟ إيه خلقت الله. شو بعد فستان اتلبس كذا مره قبل كده؟ من الانتين الاول، انت اخترت الفستان ازاي؟ كنت ماشيه في مول في بلد عربي وكان الفستان معروض في المحل. حلو. فدخلت قسته وكان تمام، ما فيهوش اي حاجه، وكان معايا اهلي وما كانش فيه اي حاجه باينه.